وحق الرب العظيم والله يرزيني في ذيك المهمه اللي بقى عندي، والله يرزيني في ذيك المهمه اللي بقى عندي، وحق الرب الواحد، وحق الرب واحد ما يتزوج بك لا عبد الحق لا سيمو. وعقل الله هذا اللي قلتها لك، عندها جوج ولاد اخو سعيد، عندها جوج ولاد الله يخليهم لها، وفهمتني وقابل عليهم، وقابل عليهم اخو سعيد، وقالت لي هي، قالت لي، قالت لي واش قابل لي على ولادي؟ قلت لهم ماشي مشكل، انا نسترك على لا ماشي مشكل. ما كنتيش كتقولي عليا، ما وانتي اصلا ما كنتيش كتقولي عليا كاع، الله يمسخك، الله يمسخك وجهك صحاح. الو السلام عليكم. ترى استاذ شكون معايا؟ وافيت معايا طريقة خويا معك خالد من قناة استرغنا. شنو الاسم ديالو وفين ساكنة؟ سميتها حياة من ستار. اخر مرة تلاقيتي معاها؟ واه بركة هادي كل شيء، شي 15 يوم هادي ما تلاقيت مع خويا. 15 ودابا حاليا وناوي هاد الزواج ان شاء الله. مابقاش كندوي معاه دابا. ناوي هاد الزواج ان شاء الله. وناوي الزواج اصلا ما كاينش معاه من خويا سعيد. مالك عاوتاني شنو بها شك فيها ولا؟ اه قالت لك عندي الاصدقاء فهمتي. ايوا كتبقى سهرانه تاع فهمتي، كتبقى سهرانه تاع الوحده الجوج. وملي كنقول لها معاه كتقول لك مع الاصدقاء. ايوا خليها تسهر مع الاصدقاء، حنا نشوفوها مع من كتسهر. ايوا نشوفوا الاصدقاء، نشوفوا اليوم الاصدقاء، الله نشوفوا الاصدقاء. تواصلتي معاها اليوم؟ تواصلتي معاها اليوم؟ لا لا ما داويش معاها مارشي سيمانا خو سعيدك. يلا انا قبل هذاك الشيء. يلا عطينا الرقم ديالها زيرو قيد. زيد. يلا. زيد. الو السلام عليكم اختي حياة. الو السلام عليكم اختي حياة، لاباس عليك؟ الوالدين العائلة كل شيء مزيان اختي حياة الحمد لله. حياة 30 سنة من سطات، بحال ما قلت لك معك سعيد خربوش من برنامج إهداءة الليل. شكرا لحفاوة الاستقبال اختي حياة. اختي حياة البرنامج ديالنا كما هو معروف، كما هو متداول على السوشيال ميديا، برنامج المفاجآت الليلية. عزيز عليك شي مفاجأة يا حياة؟ مرحبا. معنا في البرنامج ديالنا ومعنا حاضر في البلاطو ديالنا حاليا شخص المفاجأة ديال هاد الليلة، هو اللي زودنا بالرقم ديالك وبكاع المعطيات اللي عليك باش نتصلوا بك ونفاجئك، او بغى يفاجئك بطريقته الخاصه على المباشر اختي حياة. واجدة؟ هذا شكون توقعتي يكون؟ عبد الحق. الله يخليكم لبعضياتكم اختي حياة. واخا قبل ما ندوزوا لك عبد الحق، شي كلمه في حقه اختي حياة. كتبغي حتى هو داكشي اللي قلنا. الله يخليكم بعضياتكم. شنو مواعدين بالزواج اختي حياة ان شاء الله؟ على حسب. الله يخليكم لبعضياتكم. اخر مره شفتي عبد الحق؟ ما كنتلاقاش معاه. كتلاقاش معاه في التليفون. واش ندوزو لك؟ تفضل السي عبد الحق تفضل. قالوا عيط كي دايره بخير؟ لا بس الحمد لله. برافو عليك. علاش؟ ما كاينش معامل والله، ما كاين معامل والله. قلت لك، قلت لك شحال هادي؟ اش كنت، اش كنت نقول لك انا شحال هادي وقاعد عليا الحلو خالد؟ انا كنبغيك بزاف وانت واحد ما كاين في حياتي وهادي. ايوا شتي دابا؟
بنتي انت بنتي لحقيقة الكذاب ولا ما بنتيش؟ ها دابا اسمح لي بيني وبينك انت ربي اسمع نقول لك ربي الحمد لله بينك على حقيقتك ولا لا؟ كتبغيه كتبغيه دابا انت بيني وبينك تلاقيت معاك وهضرت معاك وقلت لك اه كاين وكاين وكنبغيك وداكشي مشيتي بحال شنو قلتي لي؟ لا شنو قلتي لي؟ شنو قلتي؟ قلت لي اصدقاء عندي اصدقاء قلت عندي اصدقاء وعلاش قلتي وعلاش دابا قلتي عبد الحق انا كنبغي عبد الحق؟ حيت هو مؤخرا علاش كنتلاقى معاك؟ لا لا بلاتي 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 خليني ندوي معاك، علاش كنتلاقى معاك ملي كنتلاقى معاك وكتبكي عليا كتقول لي خالد وعدني عافاك ما تخليش عليا، علاش؟ وكنقول لك انت انا حياتك انا عمري ما نتخلى عليك حياتي، انا كنواعدك وهذه يا دوي كنت ناوي هذا الزواج يا خالد؟ اقسم بالله انت ناوي هذا الزواج، اقسم بالله يا اخويا سميد هاي غلطتني كاع خويا سعيد ياسمين ودابا المشكلة خويا سعيد هو حق الرب العظيم وثيق ولا قال الثيق واصلا انت والله ما تجوج بيا شي واحد انا عارفة اكيد اكيد حكوا لي حق الرب الرب العظيم خويا سعيد وحور ربي راه بينك على حقيقتك والله وساعد كنشوف نوك اخويا على البرنامج بزاف والله مرحبا مرحبا وحق الرب اخويا سعيد واسمعني اخويا سعيد اقسم بالله ما لما جوجتيني اخويا سعيد اقسم بالله ما نتفرق عليك ما نتفرق على البرنامج حق الرب بزاف وراك عزيز عليا بزاف مرحبا والله بك مرحبا بك خالد وخاصي خالد خالد شي كلمة للمرحومة خالد واخويا سعيد شوف شوف انا ما نقول حتى حاجه من انا ما سبا الحمد لله ما والو حنا علاش حنا ولاد الناس وفهمتي والله يسال عليها مالك عبد الحق وانت انا ما كنت انا ما تفليتش عليها فهمتي انا ما تفليت عليها ما والو كنت كنتلاقى معاها ومحتارمها وهي راه عارفه راسها وعمري ما تفليت عليها وهي اللي كانت كتضحك عليا وحشومه عليا وما سمحت ليها والله هادشي حياة كنقول لك بالصحة وأصلا أنت لأنه أنا اسمح لي بلاتي خويا هو هدر بزاف وحتى أنا بغيت نهدر لأنه المتتبعين أنا كنعرف هاد البرامج بزاف أنه دابا غادي يبقاو يقولوا لي بنت حرام وبروشة وكدا أنا كنت بنت مع بزاف ديال الناس أنا ما قلتلكش بروشة شوف شوف سعيد خويا أنا قلت لها شي بروشة شوف شوف بس أنا ما دويتش عليك أنت أنا عارف المتتبعين ديال البرنامج غيبقاو يقولوا حكا كذا 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 أنا وأنت أصلا عقل صغير وأنت أصلا عقل صغير وما تقابلش بولادك هذا دابا إلا بانت المعنى لا فائدة في التكرار إلا بانت المعنى لا فائدة في التكرار يعني قلتي كتبغيه سالت الهضرة أنت دائما صاحبي أنت ما كتير بحال هكا تعطيني شوية ديال الفرصة نهضر معاك أنت دائما كنقطع عليك علاش على قول الهضرة ديالتك بزاف في الهضره ديالي علاش كتبغيني علاش كتقولي انا كنبغيك علاش كتقولي انا ولفت من غيرك ولفت هضرتك وهذه وهذه علاش انت كتقولي لي الهضره علاش؟ علاش داكشي طلع لك في الكر ديال راسي يا صاحبي صافي يرسم واحد شويه المنطق ديال الانوثه صاحبي حتى ما كدير بحال هكا انت اصلا عندي واحد الكلمه شتي عليك شتي انت والله ما مربيه بالله شتي انت والله ما مربيه انت اصلا كنتي اسمعي دابا انت ما تخرج مني الهضره دابا اسمعي اقسم بالرب العظيم اقسم بالرب العظيم كنتي راه اصلا ما تخرج انا دافع على حبك خالد دافع على حبك انا ما مرضيتش صافي ما بغيتش نسب اخويا سعيد ما بغيتش نجرحها والله انا علاش ولد الناس ما بغيتش نسب وما بغيتش نقول لها شي كلام اللي فهمتي حنا الحمد لله ولاد الناس وكنبغوا فهمتي وكنت كنقول لها ودي راه ما كاينش معامل والله ما كاين معامل اخويا سعيد فهمتي كاين اللي باغي يدوز الوقت ويتفايت بالله فاش كنت كنهضر معاك انت ديما انت ديما كتحبسني في الهضره ديما انت كتحبسني في الضرب فاش كنت كنهضر معاك كتبقى
تخوت بزاف كتهضر بزاف بزاف ديال الحوايج كدير حشومه. لا لا بلاتي نقول لك لا علاش كتهاري مع ديك الوحده والزوج بحبك وكنقول لك معامل حتى تقول لي مع اختي دوي تواجدك صحيح وجهك صحيح والله تواجدك صحيح حتى ما كتقاليش من هذيك الهضره ديالك. شوف كنت نعرف جيتي عندي وقلت لي راه كاين قلت لك اودي شنو قلت لك؟ عاودت لك المشكل اللي كنت طايحه فيك على السيمو. عاودت لك المشكل اللي كنت طايحه فيك. اشنو السيمو اللي قطع السيمو ولا انت لا هو؟ اش دخل دابا المشكل؟ اش دخل المشكل في كم بغي عبد الحق يمشي في حالاته وانا غنرجع معاه؟ قلت لي لا. ما كنتيش كتقولي عليا وانتي اصلا ما كنتيش كتقولي عليا كاع. والله مسخك وجهك صحيح ما كتقاديش والله وجهك صحيح. هو ما كانش كيهضر معايا. قلت لك مشى في حالاته شحال هذه وفي الاخر مني رجعت. واسمعني نقول لك انت الناس واسمعني نقول لك وحق الرب العظيم والله يرضيني في هذيك المهمه اللي بقى عندي وحق الرب الواحد ما يتزوج بك لا عبد الحق لا سيمو وعقل الهضره اللي قلتها لك وراكب ولادك عندك جوج وليداتك والله يخليهم لك وقلت لك والله ما كاين اللي قبال عليك وعقل الهضره اللي قلتها لك الحمد لله. انا شوف الحمد لله انت اصلا مربيه سيري وانت سيري منك عادات والحمد لله انا راجل مني عادات لا جي عندي جاي لعندك وكتسحبك من الناس ما غنعقول وقعدك وانا غادي بحالك عمري بقى نعيط لك عمري نشوف فيك مارتي وانا عصير في الفيلم عمري عيط لك مع تخطيط اليوم هذه ما تقول. مرحبا اختي حياة السي خالد وسعيد اخويا صافي الله يجعل البركه شي خالد مرحبا صافي حياة خالد خالد على شكل فلا وباقة باقي عقلك صغير والله تبقى عقلك صغير قرانة تكرا ما عرض والدي ما عرض عشرة وانت باقي عقلك صغير وسيري الله يسهل عليك راه باقي منك هذا يلا كنضحك على كذوبك وصدقتي والله انت راك والله انت اصلا امك خايب. اقول لها خالد واش هي عندها ولاده؟ وانتم كلكم مربوطين فيها كيفاش؟ هذا جوج ولاد والله يخليهم لها وفهمتني وقابل عليهم اخويا سعيد وقالت لي هي قالت لي واش قابل لي على ولادي؟ قلت لهم ماشي مشكل انا نسترك على لا ماشي مشكل باغي تزوج بها بولادها بكل شيء والله نتزوج بها وهي مزعوطه بعبد الحق والله يرزيني في ذلك الوالده اللي بقى عندي ياك وهي مزعوطه بعبد الحق وهي مزعوطه بعبد الحق والنازي ومحمد وسير الله يطلق بهم وياك صحيح مزعوطه فيهم كاملين وخليتهم لها والله شي كلمه المرحومه السي خالد الله يسهل عليها السلام عليكم.